الحمد لله والصلاة والسلام على رحمة الله رسول الله الذي جمع بين القلوب وجمع بين الألسن. وكيف لا وأن الله تعالى قال في حقه في هذا القرآن المجيد الذي جمع بين الطوائف كلها، وأعلن القرآن العظيم إعلانا باهرا لا نظير ولا مثيل له أن الإنسانية وقدرها وتعظيمها قد أعلنها القرآن الكريم بقوله ولقد كرمنا بني آدم. الحقيقة إذا كان هناك نور لابد أن يكون هناك ظلام، كما أن هناك نهارا لابد أن يكون هناك ليل، فكما أن القرآن نور لابد أن يبرز علينا ذلك الظلام الذي يريد أن يزهق ذلك النور. وهذه هي سنن الله تعالى في خلقه. الأستاذ الكريم، الناس قد احترق قلبها وبكى قلبها قبل أعينها على حرق وريقات من القرآن الكريم، على نسخة من القرآن الكريم، ونسوا أن الله تعالى يقول بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، جعله الله تعالى محفوظا بأسرار الخلق كلهم أجمع قبل أن يخلق السماوات والأرض كلها. كتب الله تعالى مقادير الناس في ذلك اللوح المحفوظ. وهنا يبرز مصداقية هذا القرآن الذي قد يمزق بيد الظلام وبحسد القلوب، حين قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذه لن قد تكون أبدية وقد تكون غير أبدية. على العموم أن الله عز وجل حين قال لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، فمرة من الأيام يبثون على ديننا أن هذا الدين هو دين الاحتكار ودين السيف ودين الظلم، بيد أن لا نفهم أو لم نعلم أن هناك إنسانية رحموتية إجلالية كما وضحها القرآن الكريم. فقل سلام كتب ربكم على نفسه الرحمة. وحين وصف الله تعالى القرآن الكريم وصفه بالنور، وكل الأديان السماوية اليوم حين تسمع بالنور يطمئن أو يطمئن قلبها. فحين نسمع أن فلانا أساء على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومرة يسيء على أحكام ديننا التي عرفت الإنسانية وحتى عرفت حقوق الحيوان الذي هو أبكم أعجم لا يفهم ولا كلفه الله تعالى أعطاه ذلك القرآن وذلك النبي العظيم هذه الخاصية، بحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لنا وقال للناس أجمع إياكم أن تؤذوا حتى ذلك الجماد، فكيف بالقرآن الكريم؟ نعم أيها الأستاذ الكريم، لا عجب ولا غرابة من أننا نرى اليوم بعض الحاقدين وبعض الحاسدين على قرآن الله تعالى رب العالمين. أتدري لماذا؟ لأنه لم يعرف حقيقته في كتاب الله تعالى، ولم يحرث ولم ينظر في كتاب الله تعالى، ففهم أن الله عز وجل ربما حكر عليه، وأن القرآن حكر على الأديان، وأن النبي جاء بالسيف. لم يفهموا، ولذلك قال الله تعالى صريحا كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته. فحقيقة أنا أقول للمجتمع جزاكم الله تعالى خيرا، وجزى الله تعالى جميع من احترق قلبه واحتكر مزاجه، ومن المرجعيات ومن العلماء الذين تصدوا على هذه الكارثة السوداء التي يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله وبين المؤمنين وبين الأديان وبين الإنسانية. فأقول لهم حرق الوريقات وحرق نسخة من مصحف كلام الله تعالى هناك إشارتان: الأولى عقوبة وفتنة للذي يعمل، والإشارة الثانية هو تنبيه لنا من غفلتنا، لأن القرآن يوحدنا كما قال عز سلطانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى جميع المسلمين أن يقرأوا هاته الآية العظيمة الجميلة التي ذكرها الله
في سورة الإسراء، وهناك إشارة لماذا ذكرها الله تعالى في سورة الإسراء؟ أن الإنسان يسري ويعرج إلى الله عز وجل بواسطة هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يفض النزاعات، يجمع بين الأديان، يجمع بين القلوب، يجمع بين المذاهب، يجمع بين الطوائف كلها، ويعرف للإنسانية قدرها وتعظيمها.